ما هي السبع المثاني؟ سورة البقرة، سورة ياسين، سورة الفاتحة، سورة الكهف. نعم، سورة الفاتحة. ما هي أقصر سورة في القرآن الكريم؟ سورة نوح، سورة الفلق، سورة طه، سورة الكوثر. نعم، سورة الكوثر هي أصغر سورة في القرآن الكريم وليس سورة الإخلاص. لماذا كان يذكر اسم الإمام علي مقرونا بقولنا كرم الله وجهه؟ لأنه كان صادقا، لأنه كان صبورا، لأنه لم يسجد في حياته لصنم من الأصنام، لأنه كان يحب صدقهم. سيدنا الإمام علي كان يقول عليه كرم الله وجهه لأنه لم يسجد في حياته لصنم. اسم أول مسجد في الإسلام؟ مسجد قباء، مسجد الفاروق، مسجد المدينة المنورة، مسجد الطائف. أول مسجد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام هو مسجد قباء. إجابة صحيحة. ما السورة التي يتواجد بها سجدتين؟ السورة التي فيها آيتين للسجدة: سورة الحج، سورة محمد، سورة الجن، سورة البقرة. سورة الحج. من أول من شكل الأحرف بالمصحف؟ يعني مين اللي شكل الحروف في المصحف؟ جابر ابن أفلح، ابن الجزار، أبو الأسود الدؤلي، ابن سينا. هو أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي أول من أشكل الأحرف في المصحف. من صاحب راية المسلمين في غزوة بدر؟ حسان ابن ثابت، معاوية ابن أبي سفيان، علي ابن أبي طالب، أبو بكر الصديق. علي ابن أبي طالب. من أول من قام بركوب الخيل من الأنبياء؟ يوسف عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، يعقوب عليه السلام، إسماعيل عليه السلام. إسماعيل عليه السلام. من صاحب تأليف كتابة رجال حول الرسول؟ من صاحب تأليف كتاب رجال حول الرسول؟ خالد محمد خالد، مصطفى عمرو، يونس ابن أبي الماسي، جبران خليل جبران. هو خالد محمد خالد صاحب تأليف كتاب رجال حول الرسول. ما هي السورة التي ورد فيها ذكر الذباب؟ سورة الإسراء، سورة النحل، سورة الحج، سورة البقرة. سورة الحج التي ذكر فيها كلمة الذباب.